يا ترى ما الذي سوف تقوم به الحكومة لردع الجشعين وضبط الأسواق؟ معانا على التليفون المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء سيادة المستشار محمد الحمصاني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. سيادة المستشار، الكل يطلب الحكومة لأجل أن تتحرك لهذا الجنون السعري اللي بيحصل في مصر. يعني أنا أؤكد لحضرتك بطبيعة الحال إدراك الحكومة وتفهمها لأهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق. يعني بالفعل كما تعلم حضرتك أنه أصدرت فيما لو إحنا هنتكلم على أسعار السلع الغذائية، أصدر دولة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية عدة قرارات متعلقة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، السلع الغذائية السبعة، وكذلك تم تشكيل الآليات واللجان والأمانات الفنية المتعلقة بالرقابة أو متابعة تنفيذ القرارات. من ناحية أخرى، يعني لو إحنا هنتكلم على الخطوات التي اتخذت في عقاب صدور القرار، أولا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية متكاملة لمتابعة السلع وتوفرها وأسعار السلع على مستوى المحافظات. إن شاء الله بداية من شهر مارس طبقا للقرار الصادر من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة الالتزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع المستهلك على السلع. أيضا من ناحية الرقابية، أيضا دولة رئيس الوزراء اجتمع أمس مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، وتم مناقشة جزء أساسي من الاجتماع كان مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز وفتح فروع جديدة له في كافة المحافظات ومتابعة أسعار السلع. فأؤكد لحضرتك أن الحكومة بتتخذ كل ما بإمكانها لفرض القوانين والقواعد بصورة حازمة ومواجهة المخالفين. طب سيادة المستشار، أرجو أنه يتسع صدرك لي. المصريين لن ينتظروا حتى بداية مارس. الناس خلاص يعني وصلت لمرحلة الناس بقت بتخش المحلات وتخرج خالية الوفاض، ما بيشتريش بصراحة. ايه اللي هيمنع انه الاجهزة الرقابية المعنية انها تنزل بكرة الصبح يا فندم بالتعاون مع مجلس المحافظين؟ يعني كل محافظ في محافظته وفي نطاق اداء في نطاق صلاحياته ينزلوا يا فندم، ومش للاسواق المركزية اللي موجودة في عواصم المحافظات يلفوا يا فندم، وحضرتك ادرى مني يعني ينزلوا يعملوا سبوت شيك وهكذا. اللي بيحصل صار جنونيا. زمان كنا نعرف انه من حق الدولة واجهزتها الرقابية ومن يحملون حق وسلطة الضبطية انه بينزل يطلب يشوف الفواتير بتاعة البضاعة ويشوف السعر بتاع البيع ويقارن ما بين الاتنين، فاذا لوحظ فيهم فجوة كبرى بتتحرر محاضر. بعد كده أصبح في ضبطية قضائية وفي حق التشميع وحق المصادرة وحق الإحالة للنيابة، كل ده موجود عند أجهزتنا بما فيها جهاز حماية المستهلك. طب يعني هو أنا متفق مع حضرتك، بس حضرتك خلينا نفرق ما بين حاجتين. أنا فيما يتعلق بداية من شهر مارس أنا ذكرت موضوع كتابة السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة، لكن القرارات الصادرة في يعني يوجد بها العديد من القرارات التي تم تنفيذها بصورة فورية، وأحد أوجه تلك القرارات هي كما ذكرت حضرتك الرقابة على الأسواق على مستوى المحافظات. وزارة التموين شكلت بصورة فورية بعد صدور القرارات لجنة مركزية أو لجنة عليا على مستوى الوزارة ولجان على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية. جهاز حماية المستهلك كما ذكرت حضرتك بالفعل قام بحملات على الأسواق وسجل حوالي 7580 محضر مخالفات، منهم فقط 3225 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. فأنا أؤكد لحضرتك إن الجهات الرقابية
تقوم بتنفيذ القرارات بصوره فوريه. فقط موضوع كتابه السعر البيع النهائي للمستهلك على السلعه هو اللي هيبدا من شهر مارس. كويس، لكن وهذا الامر في حقيقه الامر يعني تاجيله لشهر مارس كان له منطق او حكمه معينه، وهي اعطاء فرصه للشركات للاستعداد وتوفيق اوضاعها لتنفيذ القرار. هم لا يعطوننا فرصه يا سياده المستشار، التاجر الحكومه تعطي له الفرصه، اما التاجر فلا يعطي للمستهلك اي فرصه، لا يدع له مجالا للتنفس. سياده المستشار، الامور اصبحت يعني منتشرة أكثر مما ينبغي، سعر أي سلعة النهاردة بيتغير كل 48 ساعة فعليا 7000 مخالفة يا فندم، فعشرات الآلاف من المحال المنتشرة في عموم الجمهورية لا تشكل نسبة كبيرة يا فندم. احنا مدركين والله يا فندم، يعني كلام انا متفق مع حضرتك تماما انه ما زال هناك مجال لتطوير الاداء، ولذلك يعني دوله رئيس الوزراء وجه على سبيل المثال بضروره وضع يعني خطه تحرك ورؤيه متكامله لجهاز حمايه المستهلك للتحرك في الاسواق. على سبيل المثال سيتم فتح فروع جديدة في المحافظات التي لا يتواجد بها مقر للجهاز من أجل الرقابة على الأسواق، طبعا بخلاف الجهود اللي بتقوم بها وزارة التموين. من ناحية تانية يعني أنا بؤكد لحضرتك أنه طبعا هناك دور مجتمعي سبق أنه تم الإشارة له، أنه المواطن بمجرد ما يرى أي مخالفة بإمكانه الإبلاغ. على سبيل المثال الجهاز حماية المستهلك بصدد إطلاق برنامج او ابلكيشن على التليفون المحمول لتقديم الشكاوى في حاله وجود اي مخالفات. فبطبيعه الحال في يعني في دوله بحجم مصر الاجهزه الرقابيه ستتعاون مع المواطنين لرصد المخالفات. لكن خليني اقول لحضرتك يمكن على النقطه الايجابيه في الموضوع هي انه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قام بالفعل بوضع الأسس لمنظومة رقمية متكاملة لتسجيل كافة الشركات التي تتعامل في السلع الغذائية الأساسية، تسجيل الشركات ببياناتها بأسعار السلع ومراقبة أسعار السلع وتوفرها على مستوى المحافظات. فالمنظومة إن شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة عندما تبدأ بصورة كاملة من عملها يعني ستراقب الأسواق بطريقة محكمة. أنا مدرك طبعا ودولة رئيس الوزراء والحكومة مدركة للضغوط التي الملقاة على عاتق المواطنين، لكن أنا أؤكد لحضرتك إنه المنظومة الجديدة يعني محكمة بدرجة كبيرة، وسوف يعني تتابع ليس فقط الأسعار وإنما أيضا تواجدها في الأسواق وتتنبأ بأي أزمات في أسعار السلع حتى يمكن التحرك بصورة استباقية قبل حدوث الأزمة. تمام، أنا بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.